من قال أنت طالق ثلاثا هل يجب؟ هذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول تقع الثلاث بلفظ واحد ويحرم عليه ذلك، تقع مع الإثم، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتسب الطلقة في الحيض مع الإثم، فتحتسب الثلاث مع الإثم، يكون طلاقا محرما لكنه يقع. هذا مذهب جمهور أهل العلم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة إلى أن الثلاث بكلمة واحدة يكون طلقة واحدة، ولكن هذا الرأي مرجوح. نعم، وإن أفتى به من أفتى من أفاضل أهل العلم فإنه مرجوح. نعم، لأن الذي قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته إيقاع الثلاث بكلمة واحدة وهو الخليفة الراشد. نعم.